معي عبر سكايب من الموصل مراسل أخبار الآن لؤي أمين. لؤي، مساء الخير. إذا ما بدأنا بالأوضاع الميدانية وآخر تطوراتها، نتحدث عن النمرود جنوب شرق الموصل، أهمية هذه المنطقة وأهمية طبعا أن تقوم القوات العراقية باستعادتها لؤي، وإذا كان هناك أي تحديث لمعلوماتنا طبعا. مساء الخير ميسون. طبعا يعني هناك خطوات هي يعني أكثر أهمية من استعادة النمرود، وهي داخل مدينة الموصل على المحور نفسه، المحور الجنوبي الشرقي. اليوم قطاعات الفرقة المدرعة التاسعة قامت بتحرير ناحية نمرود، وكذلك مدينة نمرود الأثرية وقرية النعمانية التي هي على ضفاف نهر دجلة باتجاه الموصل من المحور الجنوبي الشرقي. طبعا ناحية نمرود كانت هي الناحية الوحيدة المتبقية من سهل نينوى أو من خارج مدينة الموصل من جهة الساحل الأيسر بيد تنظيم داعش، اليوم تمت استعادتها، وستكون هناك يعني الشارع الرئيسي الرابط بينها وبين مدينة الموصل لتحرك القوات لاختراق المدينة من هذه الجهة. وأيضا قطاعات الفرقة التاسعة اليوم قامت بتحرير حي الشيماء وكذلك حي السلام داخل مدينة الموصل، بقي فقط يعني 2000 متر، كيلومترين فقط نتحدث عن مركز مدينة الموصل، يعني لا يفصل القوات الآن بعد حي السلام سوى حي الضباط والفيصلية. الفيصلية هي مركز مدينة الموصل من الساحل الشرقي للمدينة الذي يسمى الساحل الأيسر. القوات صحيح، تتقدم يعني لأنه المسؤولين اليوم أكدوا، مسؤول كردي قال تحدث عن هذه الأحياء بالجانب الأيسر، زهور، الفيصلية والجزائر، التي تفصل الآن القوات العراقية من الضفة اليسرى لنهر دجلة. هذه كلها تشكل كيلومترين اللي تحدثت عنهما لؤي. نعم، يعني قطاعات الفرقة المدرعة التاسعة اليوم أنا كنت معهم في حي السلام، وصلوا إلى الشارع الرئيسي المعروف شارع كركوك، والذي لا يفصل عن مركز المدينة عن حي الفيصلية سوى حي الضباط فقط، ويكون وصلوا ب 2000 متر، وصلوا إلى الجسر الرابع. الجسر الرابع هو الجسر المؤدي إلى مبنى المحافظة وديوان مجلس المحافظة وإلى مجلس القضاء الأعلى في المدينة. كل هذه فقط تفصلها جسر واحد، والجسر الرابع أو جسر الشهداء كما يسمى في الموصل، لا تفصل القوات الأمنية الآن فقط 2000 متر عن هذا الجسر. وأيضا في المحور الشرقي اليوم تقدمت قطعات من جهاز مكافحة الإرهاب وحررت حي الأربجية بالكامل وحي القادسية، واليوم المعارك كانت في حي التحرير، ووصلت القوات إلى حي عدن. يعني نستطيع أن نقول أن أغلب أحياء الساحل الأيسر من مدينة الموصل باتت اليوم بيد الجيش العراقي. نعم، ماذا يمكن أن نعرف عن هذه الأحياء؟ يعني الأحياء التي بقيت، لنقل حي الفيصلية والزهور، ماذا يمكن أن نعرف عن هذه الأحياء؟ كم من أعداد موجود فيها؟ ما الصعوبة التي تمر بها وتخوضها القوات العراقية بطريقها لاستعادة هذا أحياء؟ حي الزهور لا توجد أي صعوبة، صحيح هو حي كبير جدا يربطه بحي المثنى، ولكن بإمكان القوات العراقية الالتفاف حولها من جهة القصور الرئاسية ومن جهة الغابات التي هي منطقة غابات فقط، لا توجد أي مدنيين ولا أي مباني للوصول مباشرة إلى حي الفيصلية. حي الفيصلية حي صغير جدا، لكن أغلب الدوائر الحكومية، أغلب المراكز والبنايات والمجمع الحكومي موجود هناك. يعني لا توجد عرقلة. يعني حي الزهور ليس صحيح هو حي كبير جدا وهناك كثافة سكانية، ولكن بالإمكان أن تخترق القوات الأمنية منطقة الغابات وتصل إلى منطقة طيب الفيصلية. سنرى كل دون هذه المرور. التفاصيل في الأيام القادمة. بموضوع النازحين بس لؤي، ما الذي يتم تدبيره وإجراءه فيما يتعلق بالنازحين بعد استعادة القوات العراقية لمواقع كثيرة وقرى كثيرة وأحياء كثيرة هناك؟ بالنسبة للنازحين، يعني نشهد هناك حركة كبيرة في الحركة الخدمية التي تعقب كل منطقة تحرر، لأن الحكومة العراقية تريد أن تعيد الخدمات التي دمرتها داعش من البنية التحتية، الماء والكهرباء والشوارع، بأسرع وقت لإعادة النازحين الذين يخرجون من هذه المناطق في أسرع وقت لإعادتهم، لأن الحكومة لا تريد أن تقيم في المخيمات، وخاصة أننا مقبلين على فصل الشتاء. لذلك هناك حركة يعني كبيرة جدا في المناطق التي تم تحريرها خلال اليومين أو 3 أيام
أو الأسبوع المنصرم لإعادة الحياة إليها ومن ثم إعادة النازحين إليها. نعم، أنا أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات من الموصل مراسل أخبار الآن لؤي أمين.